شادي بتشوف ان هو يعني من العدل ان احنا نعتبر ان مباريات القمه هي المقياس اللي بنقيس عليه جوده اللعيبه المحترفه اللي بيكونوا موجودين في انديه القطبين ولا لا؟ يعني هي مش جوده بمعنى جوده، لان هو في الاخر برضو انت ممكن المحترف ده يبقى معاك بقاله سنتين ثلاثه بيأدي كويس بس ما بيجيبش في ماتشات القمه عادي، بس هيفضل دايما الجول اللي بيجي في ماتش القمه ده يعني الناس مش هتنساه، هي كده ليه قيمه كبيره جدا فمثلا عند في الجماهير. مثلا صحيح. ايمانويل امونيكي كان نجم الزمالك في 91 92 و92 93، الزمالك اخد دوريين ورا بعض، سجل في الاهلي وبعديها بقى شق طريقه بقى طلع سبورتنج لشبونه وطلع برشلونه الاسباني بالمناسبه، وعنده رقم غريب ان هو لعب في البرتغال في سبورتنج مع لويس فيجو، كسبوا مع بعض كاس البرتغال وطلعوا بعدها بسنتين هما الاثنين مع بعض في برشلونه وكسبوا كاس الملك، والاثنين كانوا بيشاركوا في النهائي على فكره، وعمل اسيست كمان للويس فيجو في اسماعيل كوليبالي، الجول اللي جابه في الاهلي هي الكره كانت عملت ديفلكشن كده ودخلت، على فكره هو ليه رقم مميز جدا في المانيا اسماعيل كوليبالي، ان هو مع نادي فرايبورغ كسب دوري الدرجه الثانيه صعدهم، وبعدها بكذا سنه مع نادي مونشن جلادباخ برده كسب معاهم دوري الدرجه الثانيه وصعدهم، بس هو برده مسيرته ما كانتش كبيره قوي في مصر لانه هو كان جاي صغير جدا، لكن من الواضح ان نادي الزمالك كان وشه حلو عليهم جدا في بدايه مسيرتهم الكرويه. في برده فيليكس طبعا الهدف اللي احرزه في نادر السيد ده يعتبر يعني جمهور الاهلي مثلا بيعتبر ان ده واحد من اعظم اهداف الاهلي في التاريخ، لانه حول دوري كان الزمالك متقدم فيه في بعض النقاط، وبالمناسبه هو برده طلع بعدها احترف في اليونان في اولمبياكوس، فبرده الناس مش هتنسى يعني صعب ان انت تنسى جون بالذات المحترفين، خاصة ان الاهلي قبل فترة علي معلول وفلافيو وجلبرتو ما كناش عندنا يعني حظ في الاهلي قوي المحترفين بينجحوا. صحيح يعني اتفق معك. صحيح.